سلم المجد يبدأ بخطوة. الموجز الإخباري، أهلا بكم. أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في كلمته الافتتاحية للملتقى الوطني حول الأمن السيبراني الموسوم بالاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني من أجل جزائر صامدة سيبرانيا الذي نظمته وزارة الدفاع الوطني. أكد أن مقتضيات الأمن الوطني تستدعي العمل على تطوير استراتيجية وطنية متكاملة في المجال الرقمي، وأضاف الرئيس أن هذه الاستراتيجية يجب أن تجمع بين الاستباقية والوقاية من التهديدات والهشاشات، وكذا ترقية ثقافة رقمية مواطناتية أقول ووطنية تقوم على التحسيس المستمر واليقظة. ومن جانبه أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة على وعي الجزائر العميق بأهمية الأمن السيبراني من أجل التصدي لكل التهديدات التي قد تستهدف الدولة، مشيدا بالأهمية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية لمهمة الحفاظ على أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية، كما هنأه على انتخاب الجزائر بعضوية مجلس الأمن الدولي. وبمناسبة انتخاب الجزائر بعضوية مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء بعد التصويت عليها ب 184 صوتا من أصل 192 صوتا، تعود الجزائر إلى الساحة الدولية والإقليمية مجددا بملف ثقيل ينتظر منها أن ترافع من أجلها. نتابع التقرير التالي. الجزائر في مجلس الأمن الدولي بعضوية غير دائمة لكن بقضايا ومسائل هامة: القضية الفلسطينية، قضية الصحراء الغربية، وقضايا أخرى ينتظر أن يرافع من أجلها بلد الشهداء في أكبر مجلس أمني في العالم. الجزائر وبافتكاكها لهذه العضوية ستقدم إضافة مهمة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، خاصة وأن العالم يعيش اليوم فترة من الاضطراب والتجاذب والاستقطاب يجعل البحث عن الحلول السلمية صعب المنال. ومن هذا المنطلق الجزائر لديها الكثير ما تقدمه، كونها فاعلا دوليا مسؤولا يعمل على إعلاء القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. الجزائر من الدول التي يشهد لها بمواقفها الثابتة في كل المسائل والقضايا المدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن، وتأتي الجزائر أيضاً إلى مجلس الأمن بوزن وبتجربة مشهودين بهما في مجال محاربة الإرهاب، إضافة إلى عديد القضايا والنزاعات الدولية، فكل هذه الجوانب الإيجابية تجعل من عضوية الجزائر في مجلس الأمن عضوية تأتي بقيمة مضافة. وحظيت الجزائر عبر انتخابها للعضوية بمجلس الأمن الأممي بتزكية دولية واسعة لمواصلة مساهمتها في بناء الأمن والسلم الدوليين والدفاع عن القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز التعاون الدولي والنهوض بالتنمية المستدامة، وهي المبادئ والأهداف التي سطرها رئيس الجمهورية. أعلن الاتحاد العربي للثقافة الرياضية عن تتويج الجزائر بلقب عاصمة الثقافة الرياضية العربية لعام 2023 لدورها الكبير في إعادة إحياء دورة الألعاب الرياضية بعد أن غاب هذا التجمع الرياضي الشبابي العربي لمدة 12 عاماً، واستضافتها للنسخة الخامسة عشرة خلال الشهر المقبل وكذا بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين في كرة القدم وبطولة إفريقيا للشباب لكرة القدم أقل من 17 عاما، ولنجاحها الكبير في استضافة دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف الاتحاد أن هذا الأمر يعكس اهتمام الجزائر بالرياضة ودعمها لبطولاتها، بما يترجم قناعاتها تجاه الرياضة وقيامها باعتبارها سلوك إنساني يقرب ولا يباعد، أقول يجمع ولا يفرق، فضلا عن حرصها على تعزيز الهوية العربية والحفاظ على تراثها. أسدى وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون خلال زيارته لجناحي الجزائر بالمنتدى الدولي الصيدلاني بداكار السنغاليكا، أسدى مجموعة من التعليمات والتوجيهات للمنتجين الجزائريين تقضي بضرورة رفع قدرات الإنتاج وتنويع المجالات الدوائية المنتجة لتشمل تلك التي تعرف نقصا أو تذبذبا في السوق، مثل مضادات السرطان والأنسولين وكل الأدوية التي لا تزال مستوردة. وعرف المنتدى مشاركة 21 متعاملا صيدلانيا من بين 19 مؤسسة من أهم المؤسسات الصيدلانية. وخلال جولته استفسر الوزير عن مختلف الأدوية والمستلزمات الطبية المعروضة وخطط تطوير المخابر، والتي ألح فيها على ضرورة الانفتاح نحو الخارج بإنشاء شراكة وطيدة لتطوير السوق والإنتاج المشترك للأدوية، لا سيما تلك المستخدمة ضد الأمراض المزمنة والشائعة. دعت اليوم الأربعاء بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر طالبي التأشيرات إلى التقيد بجملة من الإجراءات على غرار التأكد من أن الوثائق أصلية، والانتباه إلى الوسائط كون صاحب الملف هو المسؤول عن محتوى طلبه، وفي حال وجود وثائق مزورة أكدت أنه سيتم رفض التأشيرة مباشرة. ويأتي هذا بالنظر لتسجيل زيادة ملحوظة في عدد الوثائق المزورة أو المغشوشة في طلبات التأشيرة حسب بيان للبعثة ذاتها، فيما يدرس الاتحاد الأوروبي مراجعة آلية تعليق التأشيرات الخاصة به لعدد من الدول حسب ما كشفته وسائل إعلام أجنبية. أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية وفق إجراءات المثول الفوري حكماً يقضي بعام حبساً نافذاً ضد شخصين قاما بتسريب مواضيع وأجوبة امتحانات شهادة التعليم المتوسط باستعمال وسائل عن بعد وفق ما أفاد به بيان لمحكمة بجاية. كما تضمن الحكم أيضاً غرامة مالية تقدر ب50,000 دينار مع مصادرة المحجوزات المستعملة في العملية. نهاية الموجز، في أمان الله.